الو، هلو سعودي، شلونك؟ الحمد لله. الحميره لها توقع، اكيد يختاروني انا الموظف المتميز. انت ليش عيني؟ شنو ابو انت بالانجازات؟ روح روح حبيبي، روح روح بعدين نحكي عود. يلا مع السلامه، هساني مشغول. يلا باي. غايب. ها عيني، ليش هيك منتشر الملابس؟ هاي شبيش مو قلتش على بود الاحتفال مال الوزاره واحتمال يختاروني اني الموظف الجيد؟ اي عود، اني اختار لك شيء حلو. دا اسوي عشاء، شو تريد اسوي لك؟ اقول لك عندنا كباب عروق؟ لا ما عندنا، عندنا باذنجان وطماطه، اسوي لك؟ عندنا غير شيء؟ لا ما عندنا. لا ليش تسالينا بعد؟ روح اسوينه وخلاص. ليش دا تصيح؟ روحي. صدق كذي؟ هاي شنو؟ اهلا 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 مولاي، اهلا مولاي يا شهريار، اجلس. وين؟ العرش يا مولاي، هنا مكانك. اهلا اهلا مولاي شهريار العظيم. شهريار الملك الجليل. جليل منه؟ بعدين شنو هذا المكان وش جابني هنا؟ ها مولاي، هذا القصر قصرك. نحن هنا في الديار سعداء بهذا اللقاء الرائع. لحظه عين ابو سعداء، كنت مو ضمد. من ضمد يا مولاي؟ تشبه صديقي ضمد. لعد انت منه؟ انا خادمك المطيع الوزير جيلان يا مولاي العظيم. وزير؟ وزير مال شنو؟ بعدين شنو هاي البنات اللي هنا وهنا؟ الجواري يا مولاي، الجواري. دول الله لك، هي هاي الجواري؟ نعم. خبلا لديك جواري وقصور من القصور، ألف قصر. نعم ألف قصر يا مولاي العظيم. يا محود، لك كان هناك قاعد إيجار وقوة مدبر عيشتي. يا ألفين يا أصخام. ولديك مزارع وقرى وأرياف وأغنام و و و لا 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 لا. لحظة لحظة، مستحيل. لك يعني أنا ما جاي أستوعب. قلت ليش اسمك؟ جيلان أيها الملك العظيم. أقول لك هاي صدوق، لو جاي أحلم أنا. نحن نحلم بقدوم الملك العظيم شهريار. يا محمود، يا ملك العظيم، من يلي اني غايب. غايب وين صرت؟ اني اروح هسه وبعدين ارجع لك. زين يلا باي. نعم باي. باي. اي جيت 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 حبيبتي، جيت.